أهلا بكم. النهاردة حلقة شديدة الأهمية، عنوانها فحوصات ما قبل الزواج. كلمة طبعا مثيرة جدا للفضول، إيه اللي يتعمل قبل الجواز؟ قبل الجواز ده المفروض الناس بتجهز بيت، تعمل شقة، ديكور، عفش، شبكة، فرح. لا، ده مهم قوي، وخصوصا إن في حالات مرضية يا جماعة ممكن تحدث بسبب إنه زوجين يتجوزوا فينجبوا طفل عنده هذه الحالة المرضية ونسبة إصابته عالية جدا. يعني في حالة مثلا اسمها دوشين مايوباثي. المايوباثي هو مرض في العضلات، بيحصل خطورته إنه مش بس العضلات بتتأثر، ده لوحدها خطر طبعا، لكن كمان القلب بيتأثر والعيان أو الطفل بيموت في سن مبكر. في حالة تانية أقل حدة منه اسمها بيكر مايوباثي. في الحالتين الطفل بيعاق، بيبقى الطفل عنده إعاقة. المشكلة دي بتحصل لو أم حاملة للجين تزوجت أب حامل للجين بتاع المرض، ممكن أطفالهم الذكور يصابوا بهذه الحالة. فحص ما قبل الزواج ممكن يتفادى الأمر ده، إن احنا نبلغهم، والله انتوا ولاد عم مثلا او ولاد خال، او انتوا الاثنين في فرص ان انتوا تنجبوا هذا الطفل. في حاله اسمها السيكل سيل انيميا، خلايا من الدم المنجليه، دي حاله خطيره جدا. في انواع من الثلاسيميا خطيره. في انواع من الامراض الاخرى. طبعا في امراض معديه لازم برضو انه الامور تبقى واضحه، يعني زي مثلا الفيروس سي، زي الايدز. الايدز مرض معدي بالجنس، اذا ينبغي ان يعرف اذا كان هناك اصابه به قبل كده ولا لا. اذا احنا بسبب او بصدد طرح قضيه في منتهى الاهميه على المستوى الثقافي وعلى المستوى العلمي. ضيفي العزيز، اسمحوا لي ارحب به، هو طبعا الاسم المتميز، الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره وتاخر الانجاب، الاستاذ بكليه الطب وصاحب دكتوراه في امراض الذكوره وتاخر الانجاب من كليه الطب جامعه القاهره. اهلا بيك دكتور عماد. اهلا دكتور ايمن، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. الموضوع ده مهم جدا، بس الاول متى يذهب الزوجين الى فحص ما قبل الزواج، وما هي فحص ما قبل الزواج؟ زي ما حضرتك ذكرت، الموضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا. يمكن في الفترة الأخيرة يعني بدأنا نقول للناس لازم يعملوا فحص للزواج، في شهادات بتتعمل دلوقتي، بس للأسف ما زالت بتتعمل بشكل روتيني قوي، إنه بيروح الزوج أو الزوجة أي مكتب صحة بالصور وتتمضي الشهادات والتحليل عينة كده وخلاص، الموضوع بياخد شكلي وما هوش شكل جوهري. لكن هو احنا لو وصلنا على الموضوع ده، موضوع خطير جدا، ويعني هو حمايه للمستقبل لينا، فالقصه لازم تتاخد بشكل عميق شويه. موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جدا، وما هي مجموعه فحوصات بتطبق للشابين المقبلين على الزواج اذا كان الولد او البنت. احنا لو هنحطهم في مجموعات، هنقول الفحوصات التي تتم لقياس القدره الإنجابية، الفحوصات التي تتم لقياس القدرة الجنسية، فحوصات الأمراض التناسلية المعدية، فحوصات القدرة الجسمانية العامة، وفحوصات الأمراض الوراثية زي ما حضرتك ذكرت. دول خمس مجموعات اللي احنا بندور عليهم ونتجنب أي مشكلة فيهم عشان نقدر نعالجهم، وعشان ما نفاجئش بالمشكلة دي بعد بداية الزواج تعطل لنا مسيرة الزواج، ودايما ممكن يبقى فيه مشاكل تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية أو الزواج بسبب هذه المشكلة. لو أنا هبدأ أقول الفحوصات، فحوصات القدرة الإنجابية، لازم إن إحنا شابين مقبلين على الزواج أكيد عايزين يكونوا أسرة وعايزين يخلفوا طفل، فلازم نشوف هل إحنا عندنا معوقات للزوج أو للزوجة ولا لا. الزوج مهم جدا، وتحليل بسيط جدا إن إحنا نعمله تحليل السائل المنوي. من تحليل السائل المنوي أقدر أعرف في حيوانات منوية، ما فيش حيوانات منوية، حيوانات ضعيفة، في تشوهات، في عنده دوالي في الخصيتين، أقدر أعالج الموضوع ده بدري، وبدل ما استهلك وقت بعد الزواج والموضوع يفضل. كتير قوي من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لقينا في غياب تام للحيوانات المنوية، تام، يعني ما عندناش حيوانات منوية. ده موضوع خطير طبعا، ده لو احنا كنا اتجوزنا هنحصل المشكلة دي وممكن ما نعرفش نعالجها أو نمشي فيها، فكان لازم نعرف المشكلة دي عشان يبقى الموضوع واضح من الأول. الفتاة برضو نفس الأمور، لو أنها إسلاح القدرة الإنجابية مهمة جدا أنها تطمن على الهرمونات عندها، وأنها ممكن يبقى عندها نوع من أنواع التكيس المبايض، ده يبان بالأشعة التلفزيونية العادية الخارجية بتتعمل على البطن.
فده يقيس لي المشكله الانجابيه. نيجي للقدره الجنسيه وخصوصا للولاد، ان احنا ممكن في بعض الشباب يبقى عندهم نوع من انواع الضعف الجنسي الخلقي من الاول، عنده مشكله في الضعف الجنسي، تسرب وريدي، ما يقدرش يبدا علاقه زوجيه مستمره او سليمه، فلازم اشخصه بدري واعرف الامور هتمشي شكلها ايه عشان ما نفاجئش بالمشكله دي ونقعد نعالج الموضوع في بدايه الزواج وخش في ضعف جنسي بدايه الزواج او الفشل في فض غشاء البكاره والمشاكل تتراكم اسبوع واسبوع، وفي الاخر بعد ما عملنا البيت وكوننا وتجوزنا ينفصل او يحصل مشكله كبيره بسبب الموضوع ده. نقدر بقياس القدره الجنسيه ان احنا نعمل بعض الفحوصات الجنسيه، ان احنا نشوف الولد ده سليم ولا لا، عنده مشكله في القدره الجنسيه ولا لا. المجموعه الثالثه مجموعه الفحوصات الامراض التناسليه المعاتيه. بعض الشباب قد يكون لهم بعض العلاقات الجنسيه ما قبل الزواج، فدي قد تعرضه الى بعض الامراض المعديه، وبعض الامراض المعديه بالطبع هتنتقل للزوجه ما بعد الزواج، فلازم نفحص اذا كان في تاريخ مرضي لبعض العلاقات، لازم نفحص الامراض التناسليه دي كويس كلها ونعمله كل التحاليل بتاعت الامراض المعديه عشان نتاكد ان احنا ما عندناش مشكله وخلاص القصه دي قديمه وانتهت، يبدا حياته على نور وانتهى الموضوع القديم. بس هي يعني هنا دايما نقف قدام قضيه مخيفه، يعني محتاجين احنا يعني نقولها. انسان مثلا وليكن اصيب بحاله مرضيه، برضو دي حاجه يعني لازم نعملها حلقه كبيره قوي، لازم يبقى في علماء مجتمع، وليكن مصاب بالايدز، هل احنا نحرمه من انه يمارس حياته الطبيعيه في انه يكون له زوج وطفل او ابناء؟ ما في مريض احنا نقدر نحرمه من ذلك، بس الموضوع لازم يقنن وكل شروط، يعني المريض ده هل هو معدي للطرف الثاني ومؤثر على الطرف الثاني ولا لا؟ تمام؟ اذا معدي على الطرف الثاني يبقى انا لازم استخدم كل الوسائل الاحاطه والبروتكشنز والحمايه للطرف الثاني، ولازم الطرف الثاني يكون عارف المشكله دي، هي دي النقطه المهمة، وعنده علم بيها، انه من حق الزوج انها تعرف ان هو ان هو مصاب. بالظبط، لو الطرف الثاني عارف القضيه وخد احتياطاته وتقبل ذلك تمام، مفيش مشكله خالص، موضوع تراضي، بس لازم يكون على علم. لكن احنا الحاجات دي ما نكتشفهاش وتحصل منها مشاكل كتير قوي ونكتشفها بالصدفه بعدين، غالبا بتبقى دايما عدم ثقه بين الزوجين، لا ازاي انت ما قلتليش على الموضوع ده، او انت اكيد عارف، حتى هو لو مش عارف. فمهم جدا ان احنا نشخص الموضوع ده بدري. الاخطر بقى الامراض اللي هي ممكن تخلق طفل او يعني توجد طفل بعد حاله زواج يكون في مرض عنده خطير. بالظبط، ما ده حضرتك المجموعه اللي احنا هنقول عليها بعد كده، اللي هي مجموعه الامراض الوراثيه. الامراض الوراثيه دي مجموعه من الامراض بتورث عن طريق جينات معينه على كروموزومات معينه من الزوجين. الموضوع بيزيد قوي في زواج الاقارب. كتير قوي واحد يتجوز بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته وهكذا. الامراض الوراثيه دايما بتبقى متناحيه، تحمل جينات متناحيه. اكسلينكت ريسيسيف. بالظبط. او انها مرتبطه بالكروموزومات الجنسيه. فدايما مع وجود طرفين من نفس العيله جذورهم واحده، الجينات المتناحيه دي تبدا تتحد وتظهر في صوره مرضيه. او لو انا عندي الامراض دي مرتبطه بالكروموزومات الجنسيه، تمام؟ اكيد لما الكروموزومات الجنسيه تيجي من نفس العيله هيحصل او تظهر الامراض دي. الامراض دي غالبا ما بتبقى مميته، او دايما بتصاب الطفل بنوع من انواع العجز او عدم الـ 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 الكفاءه البدنيه عنده، فدايما مهم قوي ان احنا نعمل الفحوصات دي. فاذا كان في حد في العيله عندنا تاريخ مرضي للولاد اللي هم عايزين يتجوزوا وهم قرايب وخلاص مصرين على هذا الموضوع، وان كان دايما السنه ان احنا نتباعد في الزواج، ودايما زواج الاقارب ما هوش من الحاجات المستحبه قوي، لكن خلاص هم متفاهمين وخلاص مش هنقدر نقول لهم لا بلاش والكلام ده كله، لكن احنا موافقين قصه حب دي. كان انهي المعمل ودكتور الذكوره من قصص حب المتكرره، فاحنا مش هنقدر ننهي، لكن هنفحص يا جماعه. طب طبعا هنشوف العيله فيها ايه، كانت والله ده عندهم مرض وهن العضلات زي ما حضرتك، ده عندهم مرض هيموفيليا، لا وهن العضلات ده ما فيهوش دلع طبعا، لا استنوا يا جماعه نبدا نشوف، يبقى بلاش ان احنا خدوا بالكم دوشين ما فيهوش دلع طبعا، ان احنا كل الاطفال اللي هيتولدوا هو 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 ضمور العضلات، لان الوهن ما يثني. بالظبط. يعني هو ما يعني ضمور العضلات، فهي هنقول لهم لا خلوا بالكم الولاد اللي هيتولدوا هيبقى عندهم، هل انتم متقبلين؟ اكيد الموضوع مش هيبقى يعني صعب يعني.
فلازم نشوف التاريخ المرضي ونشوف الامراض اللي موجوده في العيله دي ونبدأ نفحصها. المجموعه الثانيه الاخيره مجموعه الامراض الجسمانيه، مش بس انا بفحص زوجين عشان قدره انجابيه وقدره جنسيه وامراض وراثيه، لا انا بفحص قدره جسمانيه، واحد عنده سكر وما يعرفش ازاي ده هيتحمل اسره وكفاءه، واحد عنده مشاكل في القلب عنده صعيب في الصمامات، واحده عندها عيب في الصمامات ازاي هتحمل وتلد بعد كده. ما انا لازم اعرف الحاجات دي بدري عشان اعرف مدى كفاءه هذا الشخص انه يتحمل مسؤوليه اسره سواء الزوج او الزوجه، وقدره على ان هي تحمل وتلد وتربي اطفال موجوده، لا عندها مشاكل في الكلى عندها مشاكل في الكبد، كل ده برضو مهم، ده يدخل تحت الفحوص ما قبل الزواج. انا بهيئ بالظبط اتنين لبدايه حياه جديده، فده تشيك زي ما بعمل تشيك في وظيفه، فما بالك بتشيك في بدايه زواج، مهم جدا ولازم اديله اهميته بشكل كبير قوي، لان هو بيترتب عليه حياه طويله قوي بعد كده. الفحص النفسي بتاعي مهم جدا برضو. طبعا الامراض النفسيه طبعا ممكن نلاقي ان احدهما عنده حاله نفسيه، طبعا ده فحص نفسي مهم، بس للاسف احنا في المجتمعات بتاعتنا يعني بتجاهل هذه الشق، لكن هو شق مهم جدا، والقدره او الكفاءه النفسيه ان الشخص ده عنده نوع من انواع ان هو يقدر يتحمل، هو ممكن يكون ولد كويس لكن ياما يتحط تحت ضغط مع ضغط اسري تبدا تظهر علامات الاضطرابات النفسيه عليه، يتوتر اكتر، يكتئب، يحصل له مشكله مش متحمل زوجته او هي مش متحمله جوزها، او خناقات تبدا ويحصل الكلام ده. ويمكن معظم الانفصال او المشاكل اللي هي الزوجيه بتحصل جزء كبير منها بسبب اختلال القدره النفسيه، ان يعني مش اختلال يعني مرض، لكن اختلال عدم قدره على التحمل، انا لما حطيته في ستريس واختبار نفسي بدات تظهر الحاجات دي عليه، لكن هو لما كان ما عندوش مسؤوليه وما فيش مشاكل كان عايش كويس جدا. فمهم جدا ان احنا نختبر برضو هذا الشق او هذه الجزئيه عشان نحدد قدره الشخص ده على الاحتمال موجوده ولا لا. الناس تفهم من كلامنا، اعتقد بعض الناس هتفهموا انه هذا الكلام للقرايب، احنا عشان قلنا القرايب، هل بس الفحص؟ لا طبعا الفحص ما قبل الزواج مش بس القرايب، هو للقرايب يمكن بنركز على الامراض اللي هي الوراثيه، فبنقول القرايب بالذات نهتم بالفحص الوراثي، لكن الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبله على زواج، فحص قدره انجابيه، فحص قدره جنسيه، فحص امراض جسمانيه عامه، فحص ضغوط نفسيه، كل ده مهم جدا لاي واحد مقبل على الزواج، فلازم نعمله بشكل مهم جدا وبشكل جوهري، بلاش نروح نعمل الورقه ونملاها ونروح نسلمها والمأذون ياخد الورقه والبتاعه دي ويمضي القسيمه وخلص الموضوع. لكن في نقطه مهمه جدا يمكن احنا بنشوفها في الفتره دي وانا عايز انوه ليها، ان احيانا بيطلب من بعض الشباب انه يعمل تحليل سائل منوي. كتير من الشباب ما يعرفش يعمل او يجيب عينه سائل منوي. طبيعي يعني هي ما هوش عيب فيه، بس هو ما تعودش على ممارسه عاده سريه تخليه يجيب عينه سائل منوي. وبيفضلوا لا انت لو ما جبتش يمكن بعض الفصائل او بعض الكنائس بتصر على الفحوص دي، ودي حاجه كويسه جدا ان هم بيهتموا بالموضوع، لان يمكن موضوع الانفصال عندهم صعب جدا، فدايما بيركز انه يعمل فحوصات. طبعا ودي حاجه جيده جدا بصراحه، لكن احنا عايزين نقول لهم خلوا بالكم، لان انا شفت كذا حاله ولد طلب منه انه يعمل تحليل سائل منوي وهو مش عارف، يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وخلاص بيحب البنت وعايز يتجوزه واتفق ووقف الموضوع عشان الولد ده مش قادر يجيب عينه. فما يجي لي انا كتبت له تقرير مثلا وروح اقول لهم والله ان انا بالفحص الخارجي الولد ده سليم ما عندوش اي حاجه عضويه، وعملنا له كمان تحليل هرمونات عشان نطمن، لكن معلش يا جماعه التحليل ده مش هيعرف يجيبه هو مش متعود، وممكن نقعد على هذا الوضع شهور او سنين، فمعلش انتوا هتعطلوه على الفاضي. فلازم نخلي بالنا ان احنا في بعض الناس او الشباب ما يعرفوش يجيبوا عينه سائل منوي عشان اعمل لهم تحليل ما قبل الزواج. لازم اقدر الموضوع ده ولازم استشير في الطبيب، لو هو اداني فكره ان الولد ده سليم خارجيا ومفيش مشكله الهرمونات ممكن تدي والهرمونات تدي خلفيه برضو نقدر نقول والله الولد ده غالبا كويس يا جماعه فمفيش مشكله، لان هو بالطريقه دي مش هيجيب عيان، فبلاش ان انا اوقفه ويعني احط له عقده في المنشار وقف الموضوع على هذه النقطه، لكن المفروض معظم الناس بيقدروا يجيبوا العينه ويعملوا التحليل ده. طيب يا العزيز الاسم المتميز الاستاذ دكتور عماد الدين كمال استاذ امراض الذكوره وتاخر الانجاب الاستاذ بكليه الطب وصاحب دكتوراه امراض الذكوره وتاخر الانجاب من كليه الطب جامعه القاهره، كان ضيفي في واحده من اهم حلقتنا على الاطلاق فحوصات ما قبل الزواج. حلقه متفرده، حلقه مهمه للمجتمع العربي كله، اعتقد لازم يستمعوا ليها بشكل مدقق. نورتنا يا فندم. شكرا طريق. شكرا سليم. دايما مع الناس الحق. وفي بنات كتير قوي اجلت
التعامل مع الأرم الفعل لدرجة أنها وصلت لحجم كبير جدا وبوظت لها رحم فعلا وضيعت على فرصة الإنجاب لما اتجوزت بعد كده. خلال الأربع خمس سنين اللي فاتت اشتغلت وشفت عدد من حالات الأورام اللي فيا أنا نفسي اتخضيت منه، يعني كأنها حامل في التاسع، يعني ده ورم ليفي بس مش بطنة واحدة حامل، دي واحدة حامل في ورم ليفي، يعني هي ورم ليفي ده هي حامل فيه فعلا. وده وزنه كان اهو 3 كيلو ولا 4 كيلو، يعني وزن بيبي. اه وزن